أهلا بكم. في المقطع ده هنتكلم عن التشوك مانيفولد والفلير لاين. التشوك مانيفولد تعتبر جزء أساسي من أي جهاز حفر، لأنها واحدة من أهم مكونات الويل كنترول سيستم. تعرفها إيه؟ هي عبارة عن مجموعة أو منظومة من الصمامات والتشوكس، وده أهم جزء فيها اللي اداها اسمها التشوك فالف، وده بيكون عبارة عن نوع خاص من الصمامات مصمم بحيث انه ينظم الضغط من خلاله لمدة طويلة نسبيا. يبقى منظومة من الصمامات والتشوكس والخطوط للتحكم في الفلو او التدفق اللي جاي من الانولس، والتحكم في الضغط في الدريل سترينج والانولس اثناء السيركوليشن. ده هو تعريف الـ IEDC أو الـ International Association of Drilling Contractors، الاتحاد العالمي لمقاولي الحفر. خلينا نشوف الرسم التوضيحي هنا علشان نفهم أكتر عمل الـ Choke Manifold. هنلاقي إن الـ Choke Manifold متصلة بالمخرج الجانبي للـ BOP، بحيث إنه لو البير مقفول أو الـ BOP مقفول على سترينج، هقدر إني أسركل من جوه السترينج والراجع يجي لي على التشوك مانيفولد عن طريق ان يكون فاتح الصمامات الجانبيه للبي او بي او ما يسمى بالسايد اوتلتس. مهم جدا علشان افهم دور التشوك مانيفولد في الويل كنترول سيستم اني اعرف العناصر الاساسيه في تصميم واختيار التشوك مانيفولد ومكوناتها، وهي اول حاجه السيفتي، يعني اختياري للصمامات وانواعها وتوزيعها والضغط اللي تتحمله لازم يكون بيضمن سلامة الأفراد وسلامة المعدات في جهاز الحفر. العنصر الثاني هو الفليكسبيليتي أو المرونة، وهو إن التشوك مانيفولد تكون بتسمح لي باختيارات متعددة للتعامل مع الفلو اللي جاي لي من البير، بمعنى إنه حسب المتغيرات أثناء الأوبريشن أقدر أختار مسار آمن للفلو. لو عاوز أخد الراجع مثلا من البير على التشوك فالف ومنه على المطبع السيباريتور ينفع، ولو عاوز اخده مباشر على الفنت ينفع. طيب لو حصلت مشكلة اثناء السيركوليشن وجيت اعزل جزء من المانيفولد برضو ينفع والاوبريشن يكمل، وهكذا. العنصر الثالث هو الريدندنسي او وجود بدائل وباكب، فبتلاقي ان في اكتر من شوك فالف علشان دايما يبقى فيه بديل عند الأعطال والمشاكل، والبديل ده بيوفر تخلص آمن من الفلو أو تعامل آمن مع مشاكل البير. والخط اللي بيكون واصل بين البي او بي سايد أوتلتس والتشوك مانيفولد سواء كان خرطوم أو هارد بايب لابد إن يكون راكب على طول، يعني مش بيكون محلول مثلا وبيركب وقت الويل كنترول، لا بيكون متوصل ومربوط بأحكام طول الوقت. خلينا نجرب موضوع الفلكسبيليتي والريدندنسي في المثال الآتي. عندنا هنا تشوك مانيفولد والفلو اللي جاي من البير هيجي من تحت، ومن فوق عندي في مخرج للمطبع السيباريتور ومخرج تاني للفلير لاين، وكان عندي في الرسمة المتاحة ديت عندي فيه 2 adjustable chokes اللي هي الصمامات اللي قلنا انها بتنظم الضغط اثناء السيركوليشن. فممكن الفلو يجي لي من البير عبر التشوك الاولاني ومنه الى المدجة السيباريتور. طيب لو حصلت مشكلة في المدجة السيباريتور وحبيت ان الراجع يبقى على الفلير، هعزل المدجة السيباريتور واشتغل إلى الفلير مباشرة. ولو حصلت مشكلة وحبيت أغير التشوك اللي شغال عليه للتشوك التاني، فيبقى عن طريق فتح الإيكولايزر على التشوك البديل ويبدأ الراجع يجيلي على المدجة السيباريتور لو عاوز، أو ممكن برضو أخده على الفلير لو حبيت. وبكده يبقى التشوك المانيفولد في عملية السيركوليشن من الأنولس قدرت إنها تحقق لي التلات مبادئ الأساسية: السيفتي، الفلكسبيليتي، الريدندنسي. بالنسبة للخط الفلير
هو الخط اللي بيوصل الانيروس بنقطه بعيده عن جهاز الحفر للتخلص من الويل فلويدز بشكل امن، وبتكون هذه النقطه البعيده مع اتجاه الريح بالنسبه لجهاز الحفر، على اساس ان لو في رياح ما تاخدش الفلو اللي خارج من الفلير لجهاز الحفر مره تانية، لان ممكن يكون الخارج من البير ده يكون جهاز يكون غاز سام او غاز قابل للاشتعال. اربع نقط اساسيه لابد من توافرها في خط الفلير. اول حاجه يكون مربوط باحكام، لازم يكون هارد بايبنج ممنوع اي خراطيم فيه، لازم يكون خط عدل ممنوع وجود اي كعان او البوز، ويكون مقاس الخط كبير قدر المستطاع. والالتزام بالنقط دي هيخلي التخلص من الويل فلويدز او الجازز يتم بشكل امن وبدون مخاطر على البير ولا مخاطر من حدوث شرز او شراره او احتكاك عالي ممكن يؤدي نتائج كارثيه.